السلام عليكم. كيما شفنا هنايا هاد الطابلو انتراكتيف اللي قدامكم وايت بورد، يعني واحد السبوره بيضاء يمكن انك تستعملها مع التلاميذ بالمرافقه مع اللايف، يعني مع البث المباشر ليوتيوب. اذا هنا لديك مجموعه من الادوات، كذلك لديك الشات يعني المحادثه، يمكن مثلا طرح بعض الاسئله او مناقشه فوريه. وهنا مجموعة من الأدوات يمكن إدخال صورة مثلا ومناقشة أو الكتابة مع الأشكال. إذا هذه فقط نموذج مبسط يمكن العمل عليه. شكرا.